مساء الخير مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم برنامج لو ديبا. اليوم اخترنا نحكيه على تراجع المقدرة الشرائية لدى التونسيين بشكل لافت وملحوظ وسط حديث عن توجه الدولة التونسية لرفع الدعم مع نهاية 2023. للحديث عن هذا الموضوع باش يحضر معنا السيد لطفي الرياحي، رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك. سي لطفي، مرحبا بك. شكرا على الدعوة، تحية ليك وتحية مشاهديك. مرحبا بك سي لطفي. ايضا في الجزء الثاني باش يكون حاضر معنا عبر الهاتف الخبير في الشان الاقتصادي السيد جمال عويديدي، باش يحكي لنا على يعني تحصل تونس على قرض جديد لتمويل صمود الامن الغذائي، باش يحكي لنا ايضا على توجه الحكومه للتخلي على توريد استيراد الكماليات مثل مواد التجميل وماكولات الحيوانات لمواجهه العجز التجاري. لكن قبل هذا قلنا نديو معك حوارنا سي لطفي، خليني نعطيك شوية أرقام وردت في آخر إحصائية أصدرها المعهد التونسي للقدرة التنفسية في شهر أوت الماضي، وجاء فيها أنه تم تسجيل تراجع لافت وملحوظ في القدرة الشرائية للتونسيين من 2011 إلى 2022. نفس الإحصائية أثبتت أنه مؤشر الاستهلاك العائلي ارتفع من 3.4% إلى 5.3%، والتقرير جاء فيه أيضا أنه معدل الضغط الجبائي في تونس تجاوز ما بين 2011 و2020 عتبة 22%، وصل إلى نسبة 25% في 2022، والتقرير قال أنه هذا المستوى يعتبر من بين الأعلى على المستوى الإفريقي، والارتفاع هذا يخلي التوانسة اليوم يتهربوا بشكل كبير من دفع الضرائب. المعهد قدر أيضا أنه معدل استهلاك الفرد في تونس قدره بنحو 6.142.5 دينار سنويا خلال العشرية من 2011 2022. نبدا معك باخر رقم سي لطفي، واقعي صحيح الرقم هذا والا للفرد؟ ممكن للفرد الواحد، للفرد الواحد 6000، اي 6 معناتها للعائله في 4 اشخاص تولي في حدود ال 24 هكاك. فهمتني؟ نحن اخيرا الرقم نتاع موقع عالمي اللي يحدد مؤشر كلفه العيش في على مستوى دولي أعطى رقم في 2020 هي 3,448 مؤشر لعائلة تتركب من 4 أفراد. نحن نجي ونبسطوها، هذا المؤشر الشهري، هذا الشهري في 2020. أيه؟ دار الرقم هذا في 2020 وتنقلته برشا وسائل الإعلام، لكن إجا عمليا نشوفوا نحن الكلفة متاع العائلة 4 من الناس كيفاش تتركب. عنا الكراسي 600 دينار أحسب معي، وعنا الماء والضوء 200 دينار، الماء والضوء والغاز هذه في حدود 200 دينار شهريا. عنا الأكل القفة متاع 4 أفراد تتكلف في حدود، كنقولوا الأكل متابعه وكل شيء معناتها خضرة وغلة ومتابعه في 50 دينار يوميا معناتها 1.5 مليون. عندنا تكلفة الانترنت وسائل الهاتف الجوال وغيره 100 دينار. عندنا النقل عائلة عندها كرهبة تتكلف الليسانس متاعها تقريبا 10,000 كل يوم، و100,000 صيانة وصيرانس وغيره. الدواء نحطه 50 دينار شهريا على ذمة الدواء. في المواسم عندنا العيد الصغير تكلفة متاع 4 من الناس صيف وشتاء، نحن حطينا العيد الصغير مع الحوايج وحطينا التكلفة متاعها الكل في حدود 600 دينار. الحوايج بين 4 أفراد صيف وشتاء تتكلف حكاية 200 دينار شهريا. العيد الكبير حطينا له 100 دينار الكلفة متاعه هو والمولد ومتابع. رمضان زدنا 10,000 على الاستهلاك العادي في حدود 50 دينار في رمضان يولي 60 دينار معناتها 300 دينار. العودة المدرسية اللي تكلفت الفرد عنا زوج صغيرات، العودة المدرسية إجماليا كمعدل بتتكلف علينا في حكاية 150 دينار في الشهر العودة برك، نزيدوا عليها اليوتيود ومتابعه من حصص وغيره 360 دينار. كنا نحسبوا نحن 15 دينار الحصة الواحدة في الشهر 4 حصص 60 دينار، نضربهم في 3 مواد 180 دينار، في زوج صغيرات 360 دينار.
هذا إجماليا. الترفيه حتى نالو في قالب بعضه 100 دينار كل شهر، فهمتني، تخرجه مرة في الشهر وداخل فيه الصيف وداخل فيه الأعياد والعطل وغيرها، هذه كل تكلف أكثر قرابة 4000 دينار. هذا اللي عايشين، هذه في 2020، نحن تو في 2022. لا، هذا في 2000، الحساب هذا 2022. 2022 اللي فات 2020 في 3,448,000، هذا حسب المؤشر نيبرو اللي يقول في التكلفة شهرين تتكلف في 3,448,000. هنا كي نحسبوها هكا نلقاو الأرقام هذه واقعية، هذه اللي عايشينه، لكن كيفاش ينجم التونسي يجابه المصاريف هذه، فهمتني، باش ينجم يفي بالحاجيات هذه ويعمل التوازنات نتاعو؟ الحل الوحيد عنده هو الاقتراض، اللي تلقى نحن رقم عندنا في الاقتراض 950,000 أسرة تونسية، أحد أفرادها عنده قرض، 45% منها، زوز أفراد منهم عندهم قرض. وهنا نرجع لنسبة تطور القروض، استهلاك سنويا 19%، وهذا رقم كبير ورقم مفزع، على خاطر تلقت تونس الكل معناتها ماشيين نحو الاقتراض، والكلفة نتاعو في البنوك، الاقتراض الكلفة نتاعو باهظة وباهظة جدا. واضح. إذا تراجع المقدرة الشرائية اليوم، خلينا نرجع بك للتراجع، أنه هو يعني يقولوا أحنا القدرة الشرائية للتونسيين تئن تحت وطأة التضخم والضرائب، حسب ما جاء في التقرير اللي كنت حكيت عليه بكري شوي، اللي صدر على المعهد التونسي للقدرة التنفسية. سي لطفي، صحيح، التونسي جاي بين كما قلت أنت التراجع هذا الظاهر وجلي، الغلاء الأسعار بين ساق تصاعد قاعدين نشوفوا فيها. نحن نقولوا اللي معناتها طالما ما فرقناش، خاصة في المواد الاستهلاكية، ما فرقناش بين الدعم الموجه للمستهلك والدعم الموجه للمؤسسة، طالما ما فرقناش ما بينات، بشو قد النسق التصاعدي هذا في تواتر، في معناتها بنا نسق كبير، على خاطر ماهوش معقول توا نلقاو المستهلك ياخذ في الدعم محسوب عليه لكن مش قاعد يوصله. هنا يلزم إعادة معناتها توزيع الدعم اللي فيه المستهلك، على خاطر مش معقول تبقى مكونات المنتوج مدعمة للصناعي لكن يبيعها بأسعار حرة، وهذه المفارقة، هذا اللي يخلي الضغط نتاع دعم كبير على الدولة لكن ما ينتفعش به المستحقين نتاعو، وهنا يلزم مراجعة منظومة ككل. اليوم الدولة تتوجه إلى رفع الدعم بشكل تدريجي بحلول 2023، فما رفض كبير من معارضة من اتحاد الشغل، لكن هل الدعم هذا باش يمشي لمستحقيه، باش يكون عنده تأثير إيجابي على الطبقة الضعيفة والمتوسطة في تونس؟ هو مش رفع الدعم، معناته توجيه الدعم للمستحقين، وهناك نوجه الدعم لمستحقيه، الدولة تربح والمستهلك يربح. علاش؟ تلقى نحن في منظومة الدعم ككل معناتها تلقى 60% موجه الدعم للصناعيين و 40% موجه للمستهلك. هناك نوجهوه للمستهلك نلقاه، خاطر ماهوش معقول، نعاود نقولها، ماهوش معقول اللي تاخذ مكونات المنتوج بأسعار مدعمة لكن تبيعه بأسعار حرة. توجه المستهلك للدعم للمستهلك فقط، وقتها يقع توازنات ويقع إكيليبر، ونجم هنا يفيد الدولة ويفيد المستهلك. اليوم أيضا العائلة التونسية تعاني من الضغوط والادخار العائلي تراجع بشكل كبير. سي لطفي، ادخار العائلة ما عادش تحكي عليه، ادخار العائلة تو نحن مديونين، حاجة ولات مستحيلة في تونس، حاجة ولات صعيبة ومستحيلة، على خاطر شهرية ما تقعدش 10 أيام وتوفى ويقع يدخل في الريتم متاع المديونية. وهنا نجم نقول لك رقم آخر، اللي 540,000 أسرة تونسية تقترض دي خلاص ديون سابقة، معناتها تاخذ قرض باش تخلص دين قديم. هنا ما عادش نحكيو على الادخار، خاطر الادخار ولا معناتها كي تبدا متفرهد انت باش تخبي فلوس، لكن تو انت في ريتم نتاع مديونيه وريتم نتاع تخلص روحك بشويه بشويه. اليوم المستهلك يعاني من ضغط كبير، من ظلم كبير، زيد نشوفوا صور وفيديوهات للتوانسه اليوم بالصف بالعرك على السكر على هو راهي ماهيش، صار الاضطراب في التزويد
ورجع طور النسق العادي وفهمتني. لكن الخوف اللي عند التونسي هو اللي لازمه يتفهم في الوضعيات هذيك، خاطر خايف على خاطر ما ثماش معلومه تنجم توصل له سلسه وبطريقه ديريكت. وهنا نحن ديما نقول المستهلك اللي يبعد على اللهفه، خاطر باللهفه باش يغذي الاضطراب اللي موجود في مسالك التوزيع ويزيد يعزز قدره المضارب على التحكم في السوق اكثر. على ذاك بعيد على اللهفه راهو السوق ماهوش اشكال، معناتها السوق نحن العائله التونسيه في 20 يوم تستهلك كيلو سكر، دونك لازم في ال 20 يوم باش تلقى كيلو سكر في اي فضاء تجاري موجود. كيف كيف الماء رجع النسق بتاعه وين تور تو في كل الفضاءات تلقى الماء استوكي. شنو المواد الاستهلاكية اللي رجعت للنسقها الطبيعي؟ ثم الدجاج والحليب مفقود الزيت موجود تلقى، معناتها صراحة كي بتشوف انت ما تلقاش انت قداش بيستهلك، لكن كي تحافظ انت على وتعمل عقلانية في شراءاتك وتكون ثم عقلانية الناس كل تتززع الفترة هذه نبعدوا عن لها، فخاطر هي باش تغذي الندرة متاع المنتوجات هذه اللي رجعت تو النسق متاعها الطبيعي. شنو المنتوجات اللي النسق متاعها مرجع يتوزع بشكل طبيعي في الأسواق؟ تو قعد مازال شوية في السكر، الحليب رجع، الماء موجود، نحن كندوروا بكرة ندوروا ونشوفوا تلقى الماء مكدس قدام العطارة وقدام الحماسة. هذه المنتوجات اللي عرفت الاضطراب، الحليب زاد كيف كيف. نحن نحكيو على الدجاج سي لطفي والارتفاع اللي كبير الدجاج توا في الفتره هذه نتاع ندره المنتوج هذا، على خاطر متعرف الدجاج عنده سيكل باش يدور، دونك في الاسبوع القادم باش تلقى الريتم رجع حتى من الاسعار تنخفض باش يرجع النسق العادي نتاعو. فما امكانيه يعني ان الجمعه الجايه نقولوا احنا يرجع أكيد سعر الدجاج للنسق العادي نتاعو. اليوم يزلنا برشا خدمة سيلوت فيه باش نوعيه مستهلك التونسي باش نرسخه في ثقافة المقاطعة. الثقافة المقاطعة هي نحن جربناها وقطعنا وقتها في فترة ما زقوق، ولكن لازم تقاطع المادة معينة في ظرف معين ويكون متمسش المنتج. نحن وقت قطعنا زقوق وبعدنا فترة وقت زقوق كما توا زقوق راك باش ناخذوه، مش زقوق نتاع سنان، زقوق نتاع مناول. وهنا الفترة هذه قوقع خزنه في تيرة عام كامل، معناتها بعد كل البعد على المنتج وعلى اللي يخدمه في زقوق، لكن تحصر عند المضارب اللي حب يغلي في السوق. هنا يلزمنا ثقافة المقاطعة وثقافة اختيار المنتوج وثقافة تكون انت مستهلك فاعل، انت تتحكم في السوق. تلقيت اي منتوج ما غالي وحدك تبعد عليه من غير دعوه المقاطعه، ما غير حاجه تبعد على كل شيء غالي، ما تنجمش قدرتك الشرائيه تستحمله، تبعد عليها والسوق يعدل بعضه والمنافسه هي تكون المفصليه. وعلى ذاك ديما راهو التونسي يكون نحن ماشيين دي عندنا منظومه كامله، نحن منظومه المستهلك الفاعل اللي يعرف يقرا التيكتاج ويعرف شنو المنتوج ايش فيه وين داير يتلائم مع شراءاته ولا لا. هذه كل ثقافه بشوي بشوي، نحن عشنا 30 سنه في تصحر كامل تاع معلومه لفايده المستهلك. جيلنا وجيل اللي من بعدنا ما يقراش، نجمش يقرا التيكتاج، ما يعرفش كود دبار تاع تونس. على ذاك بشويه بشويه لازم نتعلموا نقراوا ليزانغريديون الموجودين والكود دبار والمنتوج وكيفاش يتلائم مع القدرة الشرائية متاعو. سيلوت في على ذكر زقوق وإحنا على أبواب المورد النبوي الشريف، فما حديث يقول إنه أسعار زقوق بشوش التراجع على السنة، هل شنو لاحظتوا أنتم في منظمة الإرشاد المستهلك؟ نحن مقارنة بعمناول زقوق وعمناول خدم ب 30-35 السنة ب 25-30، دونك وقع تراجع في زقوق حافظ الفاكهة على نفس الأسعار متاعها فهمتني. ونحن باش نلقاو تنجم تقول اجماليا كما سنا كما عمناول في نفس الاسعار. واضح. اذا توا باش نتعداو نورمالمون عندنا سي جمال عويديدي خبير في الشان الاقتصادي باش يدخل معنا بعد 5 دقائق، دونك نوصلوا معاك سي لطفي. نواصلوا معك سي لطفي في نفس الإطار. اليوم الزيت النباتي مقطوع جملة واحدة من الأسواق، شنو حكاية اليوم الزيت النباتي اللي مش موجود جملة؟ الزيت النباتي مش موجود على خاطر في البورصة العالمية الزيت غالي، وعندنا معناتها يلزم الدولة تلقى حل باش تعمل اكتفاء ذاتي من المادة هذه، سواء ب
مزج معناتها زيت زيتونه مع زيت اخر باش يكون نجم يقبلوا، معناتها لازم نلقاو هيكله معينه باش نخفض الضغط هذا نتاع الزيت اللي هو في نسق تصاعدي في العالم الكل. وعلى هذاك نحاول تحاول الدوله كيفاش تلقى خيار في الزيت هذا باش ينجم خطر غالي بالنسبه للمستهلك، غالي غالي برشا. شفنا الزيوت المعلبة يعني وصلت 40 دينار 45 دينار غالي، هو التونسي غالي، هو كوربة معناتها بورصة عالمية غالي، لازمنا نحاول كيفاش نعملوا اكتفاء ذاتي من المنتوج هذا محليا. كيفاش هل من حلول يعني مقترحة من طرف الحلول؟ لازم وزارة الفلاحة تلقى آلية معينة باش تخفض على الأقل الضغط هذا نتاع الزيت، باش خاطر المشكل العالمي لازمنا نحن نتأقلموا مع الوضع ونحاولوا كيفاش نخفض الضغط على المستهلك، خاطر صراحة الغلاء فيه برشا اللي ما يتحملوش المستهلك. لكن المشكلة هذه نعاني فيها توا عندنا سنين مش جديدة يعني. عندنا سنين لكن توا الفارق بين قبل وبين توا، توا الطلب عالمي موجود كبير في أسوام غالية برشا. قبل ما كانش الضغط هذا من الحرب الأوكرانية الضغط كبر وزادت عليه كلفة النقل، دونك ولا ونحن عندنا علاش ما ندعموش زيت الزيتون التونسي؟ علاش ما ندعموهوش ويكون هو البديل؟ ممكن اليوم بالطبع ممكن، خاطر كي ندعموا الفلاح وندعموا زيت الزيتون، الدعم اللي ماشي للبرة للزيت ندعموا الفلاح وبالتالي نخفضوا من الأسعار بتاع زيت الزيتونة وندعموا زيت الزيتونة التونسي باش التونسي يلقاه مقبول في الأسعار نتاعو. به بالنسبة للدعوات المتكررة من الفلاحين ومن للزيادة في سعر الحليب المعلب، يعني اليوم الحليب سومو الحالي يتسمى رخيص كما يقولوا هما ويلزموا يستحق زيادة اليوم. هذا اللي حكينا عليه، قلنا الدعم ماشي للصناعيين، نحن مع الفلاح مع الزيادة الحليب للفلاح لكن مع الزيادة الحليب للصناعي، خاطر باكل حليب 1350 الفلاح مضروب ما يلقاش سومو باش ينجم يطور فلاحته ويطور الحليب والمستهلك كيف كيف مضروب، والصناعي هنا ياخذ باكل حليب 1350 يبيعه ب 15000، انت باكل حليب يعمل 15 ديريكت ولا 15 كابيوسان في الخم بدينار، هذا 15 دينار فهمتني. السكر مدعم، الحليب مدعم، مش معقول تاخذوا انت 1350 تبيعوا ب 15000. نعملوا الحليب الازرق هذاك خاص للمستهلك والحليب الاحمر خاص للصناعي ويكون سومو يتحدوا الدوله باش يتقارن، ما يزوش يتقارن بين المستهلك وبين الصناعي، يكون الصناعي ياخذوا اكثر لكن المستهلك تنجم تخفض انت من السوم نتاعو يقعد 1350 ولا باقل، لكن الفلاح يكون مستفيد من العمليه ويبيعوا باكثر سوم، خاطر هنا باش تلقى 60 40 60% ماشي للصناعي و 40% ماشي للعائله. لهنا الضغط هنا كله تاع الدعم بيتحسب على العائله، لكن الصناعي ما يلزمش يشريه بسوم مدعم وهو يبيعه باسعار حر. في نفس الإطار سي لطفي البارح شفنا رئيس الجمهورية كان عطى يعني وقع على حصول تونس على قرض بقيمة 150 مليون أورو لتمويل مشروع الاستجابة لصمود الأمن الغذائي، هو قرض باش توجه لشراء الحبوب القمح والشعير من قبل ديوان الحبوب. اليوم تونس أصبحت تقترض لتأكل، يعني ماناش قادرين اليوم على توفير الأمن الغذائي وحدنا وحدنا. هذا علاش نحن لازم نخدم على الأمن الغذائي، توا الصابة نتاعنا سنة جات بها، لازم نحضروا الصابة جديدة من توا فهمتني باش نعمل اكتفاء ذاتي. كيفاش باش نحضروا الصابة واحنا ما عندناش حتى امونيتر، فما نقص كبير في مات الامونيتر؟ هذيك استراتيجية، يلزم استراتيجية تكون كاملة متكاملة باش الفلاح يقبل على الزراعة، باش نعطوه آليات باش يحسن المنتوج باش تحسن الكمية، وبالتالي عنا أمن غذائي وعنا الاكتفاء الذاتي، ما عادش خاطر نقل غلاء ما عادش توا مجال باش نجيبوا قوتنا من برا، خاطر نقل غلاء برشا والأسعار العالمية غلات، على ذاك يلزمنا أراضينا تسمح باش نعملوا الاكتفاء الذاتي من المواد هذه ومن عديد المواد، يلزم استراتيجية معينة باش تنقذ الموسم الفلاحي تنقذ الأمن الغذائي التونسي. هل تدعمون سي لطفي توجه الحكومة لفرض قيود على استيراد الكماليات لمواجهة ارتفاع العجز التجاري كما المكياج كما قال هو مثل مواد التجميل عفوا ومأكولات الحيوانات؟
نحن ندينا من قبل بعدم توريد أي منتوج له مثيله في تونس. عندنا أكثر من 5 سنوات شعارنا كانك تونسي أشري تونسي، بعدم توريد أي منتوج له مثيله في تونس. وهذه بالتالي باش تحفز النشيز الصناعي ككل باش ينمو باش يكبر باش يقع الخدامة. وهنا ما عادش توا كنهاريكا في مساحة قاعد في فضاءات تجارية، شفت اللي كيلو البرغل 16 دينار و80 وقت هو عن البرغل التونسي. لكن إلى متى باش نستورد حاجات اللي هي ماهيش ضرورية، وخاصة في التكستيل نشريه في مواد جينا من برا متدنية الجودة لكن بأسعار غالية. واضح سيرت في طو معنا بالتليفون سي جمال عويديدي خبير في الشأن الاقتصادي. سي جمال مرحبا بك. مرحبا، أهلا وسهلا، تحية لمستمعيكم ولضيوفكم. يعطيك الصحة سي جمال، شكرا لك على قبولك دعوة تدخلك معنا عبر الهاتف باش نحكيو معاك على تحصل تونس على قرض بقيمة 150 مليون أورو لتمويل مشروع الاستجابة لصمود الأمن الغذائي. قبل كل شيء سي جمال، بصفتك خبير في الشأن الاقتصادي، الجميع يتساءل اليوم ما المقصود بصمود الأمن الغذائي؟ والله هو القرض هذا كان تتذكروا جانا المفوض نتاع الاتحاد الأوروبي الخاص بالجوار تقريبا في شهر مارس الفارط. وأنا نذكر وقتها في شهر قريب شهر رمضان ولا في شهر رمضان، وقال معناها أنه راو الاتحاد الأوروبي إذا كان تستجيبوا معناها للشروط نتاع صندوق النقد الدولي، وهذا دليل قاطع أنه الاتحاد الأوروبي اللي هو طالب الشروط مش صندوق النقد الدولي، ولكن صندوق النقد الدولي هو الوسيلة المستعملة لتطويع معناها الحكومة ولتطويع البلاد معناها للمصالح نتاعهم. هذا من جهة. وأعلن وقتها قال رانا أعطيناكم 50 مليون باش تشريوا القمح وباش تحضروا الخبز، معناها لأنه الخبز في رمضان راهو لازم يكون موجود في الطاولة في تونس، يعني بطريقة يعني مبتذلة للغاية. وأنا شخصيا كتبت فيه مقال معناها وندبت معناها بالطريقة اللي يتكلم بها على الشعب التونسي. ثم قال راهو باش نزيدوكم 150 مليون دينار، أما راهو بشرط إذا كان تستجيبوا لشروط صندوق النقد الدولي. شروط معروفة. معناها أيوة، هي الشروط المعروفة واللي الشعب التونسي عايشها من 2013 بالتواتر يعني. ويبدو انه معناها طبعا الحكومه ماشيه في الخط هذا والاستجابه لشروط صندوق النقد الدولي، وطبعا باش يقولوا هما ما دام مشيتوا احنا توا هاو باش نعطيكم باش تمولوا مشتريات القمح. يلزمنا نثبتوا معناها ينجم يكون زاد كذلك تمويل مشترط، يعني شرط انه مثلا تشريه من الاتحاد الاوروبي مثلا من فرنسا القمح مش من روسيا ولا من اوكرانيا. من أوكرانيا يمكن يوافقوا، أما من روسيا ما يوافقوش حسب اعتقادي. يعني هذا لازم يكون قرض مشروط، ولكن الحق ما طلعتش على الفحوى نتاعو باش نعرفوا ولا لا. في كل الأحوال أنه تبين معناها بالواضح أنه تونس يعني عاجزة باش تمول مشتريات نتاعها بوسائلها الخاصة، وهذا طبعا شيء خطير لأنه المسألة هي مسألة معناها أمن غذائي. نحكي على الأكل أي أمن غذائي يعني صرف، ما فيش حتى كلام. ونفس الشيء معناها حتى كان كذلك الأمن الصحي اللي هو مهم جدا. في وقت في نفس الوقت أختي الكريمة أنه تونس في سنة في شهر أوت إلى موفى شهر أوت يعني 8 أشهر الأولانيين من سنة 2022 عملنا عجز تجاري قياسي منذ الاستقلال عمره ما وصلنا له ب 25 مليار دينار. عجز تجاري ب 25 مليار دينار حسب يعني المعايير الدولية اللي هي مطبقة من سنة 2010 واللي هي تستثني معناها تصدير الشركات اللي تعمل في المناولة، لأنه الملكية متاع البضاعة هي ملكية في الخارج ولذا ما ترجعش فلوسها لتونس. يشوفوا معناها المبادلات اللي هي فلوسها ترجع لتونس حسب معناها قانون الصرف للبنك المركزي وحسب المعايير الدولية، نلقاو عملنا 25 مليار عجز تجاري يعني بمعدل 3.1 مليار في الشهر، واحنا نتفاوض مع صندوق النقد الدولي على 3 مليار في السنه. الو نسمع فيك جميل، تفضل. اي يعني مفارقات في الارقام. اليوم يلزمنا نعطيه معادله اخرى في غايه الاهميه، ان عجز في الميزانيه نتاع الدوله
يفوق ال 25 مليار حتى باكثر الى لحد الساعه. وان عجز تجاري كما قلنا حتى الموافقه اوت ب 25 مليار هذوما 50 مليار يلزم التغطيه نتاعهم بالعمله الاجنبيه وبالقروض الخارجيه. اليوم صندوق النقد الدولي يقترح مليار دولار في السنه، يعني ما يعادل تقريبا 3 ولا 2 مليار دينار في السنه، مليار دولار في السنه 3 مليار دولار يعني 2 مليار دولار يعني في السنه كامله. ايش باش يعملوا 3.2 مليار دولار قدام معناها عجز ميزانيه وعجز تجاري 50 مليار؟ هذا ما يعمل حتى شيء. ولذلك معناها نوع من المخاطره بمستقبل البلاد بطريقه معناها غير واضحه، بطريقه بتمشي غير واضح. شكون اللي توا معاملين عليه باش هو ربما يسد الفراغ نوعا ما؟ هو الاتحاد الاوروبي، وهاك تشوفوا فيه يتحرك توا بعد ما الدوله قبلت معناها صندوق النقد الدولي، وكذلك بعد ما تورطت البلاد في هالعجز هذا الكبير جدا. مع الملاحظ انه ما عملناش يعني ميزانيه يعني تعديليه بالنسبه لسنه 22، ما سكرناش الميزانيه نتاع 2001 ما زالت مفتوحه وما زال فيها عجز، وما ناش نتحدث على الميزانيه نتاع 2023 اللي هي على الابواب. كل هالوضع هذا معناها واحنا نقولوه يعني بقطع النظر على النزاعات السياسيه ومعنا فيها حتى دخل. احنا معنا نوصفوا في وضع اللي هو فيه البلاد، احنا نقولوا هالتمشي هذا هو تمشي مغلوط، وانه بلاد يعني تحتاج معناها صندوق البنك الاعمار هذا الاوروبي اللي هو معروف اللي هو نهب مثلا بلدان شرق اوروبا عندما دخلت معناها مع الاتحاد الاوروبي. اليوم نشوفوا العلامه مثلا نتاع سكودا اللي هي تابعه تشيكوسلوفاكيا ولا تابعه المانيا تابعه فولكسفاجن من غير ما نعملوا معناها اشهار، ونفس علامه اخرى من رومانيا ولا تابع شركه معناها مجموعه صناعه سيارات فرنسيه من غير نذكروا اسمها. وهذا الدور نتاع الصندوق هذا البنك هذا هو نهب البلدان اللي يتعامل معها، وهو ما يقوم به توا في الوقت الحاضر في تونس، واللي هو معناها تواجد في تونس في معناها من بعد الثوره ومش قبل الثوره. والدوره نتاعو انه باش يكون يعني المنبع اللي معناها باش يدخلوا به او معناها الوسيله الماليه اللي باش يدخلوا بها للسيطره على مفاصل البلاد. واضح سي جميل. هل تونس بقى لها انها خذت قرض لتوفير الاكل او لتوفير تامين صمود الامن الغذائي، ولا هذا اول قرض؟ لا خلينا معناها وقت اللي جاء هو اعلن على 50 مليون دولار، يعني احنا سابقين معناها من نفس المصدر، يعني من نفس المصدر. ووعد قال اذا كان تكملوا معناها وتلتزموا بال يعني الاملاءات نتاع صندوق النقد الدولي تو نزيدوكم، فهمتني؟ وراه ما تنساوش هذه تغذيه. والله النص انا راني باش ننشره حتى على الصفحه نتاعي، يعني النص اللي انا جبته انا وترجمته من الفرنسيه للعربيه، ونشرت فيه مقال في الشارع المغاربي انا ذاك، وقلت معناها راهو يعامل في تونس لانه يتكلم على شهر رمضان ولازم يكون الخبز موجود فوق الطاوله، وراه ما فماش عيشه بلاش خبز، وراه معناها وعباره معناها نوع من التهديد معناها والتخفيف والتخويف، ونوع معناها وكان معناها في حاله تسول، ومش كان معناها في حاله تسول. وهل الدفعه هذه هي اللي قال عليها معناها اعلنا عليها في الانتفاع ان شاء الله تشوفوا معناها النص نتاعه في اللي قالوا فيه في شهر مارس الفارغ. من ناحيه اخرى سي جميل، تقييمك لتوجه الحكومه لفرض قيود على استيراد الكماليات اللي تحدث عليها رئيس الجمهوريه لمواجهه العجز التجاري، نحكي كما مواد التجميل مثلا. انا نحب نذكر السيد رئيس الجمهوريه انه تكلم على الموضوع هذا تقريبا في شهر اوت 2021 في مساله ترشيد التوريد. ترشيد التوريد هو ضروره قصوى لاخراج البلاد من معناها الدوامه نتاع المديونيه. راهو الباب الكبير نتاع المديونيه هو شوف ما اعطيك مثال، في الثمانينات انا كنت نخدم في بنك التنميه، في الثمانينات كنا نصنع في الدونتي فريز حتى الماركه المعروفه لهنا، فهمتي؟ كنا نصنع فيها لهنا. عندما تبدلت معناها الامور وعملنا اتفاق شراكه مع الاتحاد الاوروبي، المصنعين الصغار هذوما وهذايا من جمله هذا من الكبار اللي كان يصنع في يجيب يعني في الماده اللي يعملوا بها دونتي فريز معناها الباس دونتي فريز معناها في وسائل يعني كبيره، ثم يعبيها لهنا في الجعب معناها اللي كانت قبل حتى مش على مليون، كانت حتى رصاص بكري معناها واللي تو بلاستيك، وعلى الاقل توفر مواد معناها مواد شغل الى غير ذلك. وانا نعرف مؤسسه كانت في الشرقيه
من بعد وقت اللي ولات معناها تجارة وهو اللي حل معناها فضاء تجاري كبير هو الواحد منهم هذايا سكر المعامل هذايا ولا يستورد في الدنتيفريس حاضر. كذلك مثلا نذكركم الرانا صافي اللي يخدم بها الادارات الكل كنا نصنع فيها لان ايش معناها يجيبوا ريلو كبير ومعناها يقصوهم بعد وهذا طبعا اذا كان حل في كل مثلا مدينه اثنين ولا ثلاثه كلهم مصادر للتشغيل وهذا كان يصير في تونس ولكن اغلقوا كلهم واصبحنا نجيبوا في الراندو كافي معناها حاضره وبطريقه معناها واغلى من اللي كانت تصنع لهنا معناها تتقص لان على الاقل خدمات كبيره هي ما فيهاش اضافه كبيره كنا نتمناو انه مثلا مصنع الورق في القصرين هو اللي يصنع الورق واحنا نقصوه لهنا وما نوردوش. لذلك انا قلت قبيله كان ذكر قلت راهو 25 مليار عجز تجاري راهو مهول اختي الكريمه راهو مهول وخاصه كله بالعمله الاجنبيه وبالديون. ثم بلاد معناها يعني نسبه التغطيه نتاع التجاره الخارجيه نتاعها بالصادرات نسبه الواردات معناها بالصادرات ما تجيش 30% 70% من اللي نوردوا فيه كله بالقروض وبالعمله الاجنبيه. وهذا لا يعقل بلاد باش تعيش بالطريقه هذه وهذاك علاش ما ثماش مواد الشغل وهذاك علاش ما ثماش قيمه مضافه وما ثماش نسبه تنميه. لذلك ترشيد التوريد امر ثابت اللي لازم يصير في اقرب وقت واحنا نبهنا عليه عديد المرات. ثم نحب نذكر انه الفصل 57 من قانون الماليه نتاع اللي خرج نتاع 22 اللي خرج في ديسمبر 2021 ينص القانون هذا الفصل هذا من قانون ماليه راهو قانون الفصل 57 ينص على انه باش الدوله باش الحكومه باش تعمل معناها التزمت قانونيا باش تعمل ترشيد التوريد وهبطت حتى قائمه نتاع المواد اللي معناها باش تزيد في الديوانه نتاعها باش معناها اولا باش تدخل اكثر موارد معناها للبلاد وثانيا باش تحد من التوريد وباش تشجع المصنعين لهنا خاصه في المواد اللي هي قاعده مازالت تتصنع او ما تبقى من الصناعه نتاعنا. وهنا اذا نوصلوا رشدوا مثلا التوريد 50% وهذا انا نعرف اللي هو ممكن لانه اختصاصي 50% يعني في العود 25 راهو ما جبنا كان 12 مليار ونص هذايا مع وتكون ما عندناش ديون في 12 مليار ونص ونجيبوا حاجياتنا الاساسيه من التغذيه والصحه ومواد اوليه اللي باش تخدم بها المصانع ومواد اوليه للفلاحه وتجهيزات نتاع الفلاحه وقطاع غيار يعني معروفين الاوليات معناها اليوم يجي يتكلم مثلا اسقط كاني وكاني مهزله مع نفسي نتكلم على الكماليات كل شيء هو كماليات ولكن الاهم قبل المهم خاصه وقت واحد معناها الدوله ما عندهاش يعني وقتاش احنا تتدلل تحب معناها الدوله تتسلف بالعمله الاجنبيه وتهلك يعني مستقبل معناها اجيال كامله وما تشجعش الصناعه المحليه معناها باش الناس معناها تمشي الفضاءات التجاريه تمشي تشري المواد الفرنسيه وغيرها هذا ماهوش معقول خاصة كي يبدا بالقروض معناها عبد يمشي يدين باش معناها يقعد يخلص في مثلا 1000 دينار في الشهر يصرف مثلا 3 ملايين معناها في الشهر بالديون هذا باش يمشي للخراب وهذا وين ماشيين احنا تو ولذلك معناها ترشيد التوريد اولا صدر فيه قانون وما تطبق منه حد شيء وزيرة التجارة مسؤولة معناها بالدرجة الأولى وكذلك رئيس الحكومة مسؤولة بالدرجة الأولى على عدم الالتزام بالفصل 57 من قانون المالية رغم اللي اختي الكريمه تعطى بالوجوه يعني تعطى الى مجموعات كبرى بس تستمتع به على اساس انه يحميهم من التوريد والشركات الصغرى والمتوسطه معناها يعني انفاوهم من الانتفاع معناها بعدوهم ازاحوهم من الانتفاع بال ورغم هذا في اخر المطاف لا يعني طبقوه لا على الشركات الكبرى ولا على الصغرى انا سيبوا الحبل على الغارب واصبح معناها رقم قياسي لليوسنا كان نقعد على الوتيره هذه في ثلاثة شهور اللي مازالوا باش نوصلوا ما بين 36 مليار او 40 مليار دينار عجز تجاري سوف يكون معناها تاريخيا رقم قياسي على حساب الحكومه اللي هي تحت امره وسلطه رئيس الدوله قيس سعيد. يعطيك الصحه سي جميل شكرا ليك على تدخلك معنا اذا نرجع معك سي لطفي عندك مضيف على اللي قاله سي جميل. يعطيك الصحه سي جميل هذا الكل اللي كنا نحكيوا عليه راه عدم توريد اي منتوج له مثولي في تونس هذا مفصلي وهذا الوسيله الوحيده اللي باش نجموا نمنعوا بلادنا خاطر باش نحسنوا النسيج الصناعي نتاعنا نحسنوا نقصوا من البطاله العديد من المنتوج مش معقول راه قاعدين نوردوا في منتوجات متدنيه الجوده بصفه كبيره والتونسي قاعد يدفع عليها في فلوس برشا وقاعدين نصرفوا على منتوج صناعي ماهوش بالجودة المطلوبة لكن خارج أرض الوطن ما قاعدين نصرفوا على ناس أخرين البر
قبل ما نختم خليني نذكر نعطي ارقام كانت صدرت على المعهد الوطني للاحصاء وتقول انه العجز التجاري خلال 8 اشهر من العام الجاري بلغ 16.9 مليار دينار مقابل 10.14 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 2021. وتصدرت الصين، تركيا، الجزائر وروسيا قائمة الدول التي تعاني تونس من وجود عجز تجاري معها. سي لطفي شكرا لك على قبولك الدعوة لحضورك. نشكر أيضا سي جمال على تدخله معنا. إلى هنا نصل إلى نهاية برنامجنا. شكرا لكم مشاهدينا الكرام، نلتقي في حلقات أخرى.